تمام. نخش بقى تاني على المرتبه موديل لولا يا جماعه. هو ده كده شكل موديل لولا، وشايفين طبعا الارتفاع بتاعه من هنا لحد هنا كده، ده كده 35 سنتي، ارتفاع 35 سنتي. طبعا ده من الموديلات المميزه جدا جدا في انجلندر برضو، وفي اسفنج اللاتكس الطبيعي اللي موجود في الهانيمون. بس ايه يميز الموديل ده عن الهانيمون؟ ان الموديل ده ارتفاعه اعلى، ارتفاعه 35 سنتي، وفيه سفنج سوبر سوفت من الوجهين، وسفنج هايبر سوفت تمام، وسفنج لاتكس طبيعي. وفي كمان اللي مش موجود برضو في اي موديل في انجلندر غير في اللولا وفي البريلنت والامريكان، اللي هي المايكرو بوكيت ديت، اللي هي السوسة الجديدة يا جماعة، بتبقى محطوطة فوق السفنج، يعني بحط طبقة اللي هي الشاسين السوسة المنفصلة تمام، 254 سوسة تقريبا في المتر المربع، وبعد كده بيتحط طبقه سفنج سوبر سوفت، وبعد كده بيتحط طبقه المايكرو بوكيت، عشان ديت كل لما اول ما تقعد على المرتبه تحس احساس، ولما تريح وتنام تحس باحساس تاني اللي هو بتاع النانو بوكيت ده. حاجه اوبشن مش هتلاقيه غير في مراتب انجلندر. دايما شركه انجلندر بتفاجئنا بتحديث في الموديلات، عشان دايما يبقى احنا رقم واحد في الشرق الاوسط بلا منافس يعني تمام. ده كده يا جماعه شكل المرتبه. طبعا لما اول ما نقعد عليها كده تحس ان هي ايه، اكنك كده يعني انت هتحطها في البيت عندك، اكنك قاعد في فندق 7 نجوم تمام. طبعا قعدتها مريحه جدا جدا، وطبعا سوست منفصل عشان خاطر برضو لو حد نام جنبك او اتحرك او نام او قاعد او اي حاجه انت ما تحسش، اكنكم نايمين على مرتبتين منفصلين. طبعا ده شكل الليبل بتاع المرتبه، الموديل بتاعها هو اسمه لولا انجلندر، وده الباركود يا جماعه اللي لازم يبقى موجود في كل موديلات شركه انجلندر. الباركود الابيض ده يا جماعه مكتوب عليه هو لولا، اسم الموديل والمقاس 160 مترين، وده السيريال نمبر بتاع المرتبه هو يا جماعه تحت اهوت، عشان خاطر ده لازم يكون موجود في كل مراتب انجلندر. لو انت رحت تشتري مرتبه وما لقيتش عليها السيريال نمبر ده من انجلندر ما تستلمهاش، عشان خاطر يبقى انت في الامان، محدش يضحك عليك او يديك حاجه مضروبه تمام. زي ما انتم شايفين كده الموديل ده من الموديلات المميزه قوي في انجلندر، اللي هو لو حد عايز بقى حاجه ارتفاع. بس اهم حاجه يا جماعه قبل ما اخد الموديل اشوف الاول هيبقى مناسب على السرير عندي ولا هيبقى عالي، عشان خاطر ما اخدش موديل اه كويس ومريح بس احطه على السرير يبوظ لي شكل السرير، يبقى انا ما عملتش حاجه. لازم الموديل ارتفاعه يكون مناسب للسرير بتاع حضرتك. لو السرير ارتفاعه عالي من الارض ما ينفعش احط عليه مرتبه كمان 35 سنتي او 37 سنتي، هتعلي السرير جامد مش هعرف انام عليه، او اجي اطلع على السرير مثلا ابقى محتاج بقى سلم اطلع عليه او احط كرسي اطلع عليه، ما ينفعش. لازم يبقى السرير مناسب ارتفاع واطي مثلا زي كده، يعني هنا الارتفاع بتاع السرير اللي عندنا ده من الارض حوالي 27 سنتي تمام. انت لو السرير بتاعك كده ماشي، انما لو سريرك ارتفاعه مثلا 40 50 سنتي ما ينفعش احط عليه مرتبه لسه تاني 35 او 37 سنتي، هتعلي السرير جامد، فيبقى احنا كده بوظنا شكل السرير، فمش هينفع. لازم يبقى ارتفاع المرتبه مناسب لارتفاع السرير عند حضرتك. لو انت بقى المرتبه هتخش جوه السرير وعادي مش هيفرق معاك الارتفاع المرتبه، كل الارتفاعات مناسبه، يبقى اختار بقى حاجه زي الموديل ده فيها لاتكس طبيعي. طبعا اللاتكس ده يا جماعه يعتبر من اعلى الاسفنج اللي موجود في السوق، اللي هو بيتعمل من شجره المطاط الطبيعي اللي هو اللاتكس الطبيعي، وسوسه منفصله ومايكرو بوكيت وهايبر سوفت وسوبر سوفت، كل حاجه متجمعه في الموديل ده، كل حاجه كويسه جدا متجمعه. وزي ما انتم شايفين يعني هو قعدته مريحه وطريه جدا، وطبعا لما تنام عليه كمان بقى المرتبه بتاخد شكل الجسم. طبعا الاسفنج يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم المراتب السوسه المنفصله ما ينفعش التجربه تكون بالشكل ده، لازم عشان خاطر اجرب المرتبه واحس احساسها بالظبط لازم انت تنام عليها عشان خاطر تاخد احساس السوسه بقى، واحساس البوكيت، احساس المايكرو بوكيت، السوبر سوفت، الهايبر سوفت، اللاتكس، كل ده لما تنام على المرتبه بتحس بيه. المرتبه دي جميله جدا جدا، وبرده اسعارها يعتبر اغلى من الهانيمون شويه، بس هي جميله يعني انت لما تفكر تاخدها لو هي ارتفاعها مناسب لسريرك، ارتفاعها يعني هي كويسه جدا ومريحه جدا في النوم، وحاجه من الموديلات بقى اللي هي المميزه اللي شركه انجلندر فاجئتنا بيها وعملوها من ضمن الموديلات اللي هي جديده يعني تمام. فانا برضو لو هو يعني ارتفاع المرتبه ده مناسب للسرير بتاعه انا بنصح ان هو ممكن تاخدها، هتبقى كويسه جدا معاك، بس اهم حاجه تختار الارتفاع يكون مناسب للسرير بتاعك، عشان خاطر ما تجيش عالي على السرير وتبوظ لك شكل السرير تمام. النهارده عرضنا الموديل ده، وان شاء الله باذن الله هنعمل لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه ومفاجات كتير جدا معانا هنا في انجلندر مع ابراهيم مكاوي، كل حاجه جديده هتعرفها وهتشوفها على الطبيعه، عشان خاطر محدش يضحك عليك او ينصب عليك،